السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لماذا؟ لان هذه الاغذية الجديدة وطرق الطبخ الجديدة والتعليب والمسائل هذه طبعا فيها مواد تضر بالقولون، والمواد اللي كتحفظ القولون مابقاوش الناس كياخذوها اللي هي الالياف الخشبيه، كثره الالياف الخشبيه، وكذلك هذه الفلافونويدات والفيتامين في سي مثلا، فيتامين سي يحفظ من سرطان القولون. فهذه هي المشكل اللي كاين الان اللي حاصل، والناس مابقاوش كيعملوا واحد الكلينس، واحد الغسل ديال الجهاز الهضمي ديالهم، مابقاوش كيرجعوا لهذا الاكل الطبيعي والاكل العريق، الطبخ المغربي العريق اللي فيه مكونات قويه. فطبعا اللي عايش بسندوتشات هذا طبعا غادي يكون عنده قولون، غادي يكون عنده ماي غليظ، ما لا يمكن ماي غادي يكون عنده صحيح. لكن سمعت دكتور سمحتي كاين شي ناس كياكلوا البقوله او الخبيزه كتضرهم في المصران، كيحسوا بلي غاز. اكيد غادي تضرهم في الاول، لان الطب الطبيعي ناتوروباتي ديما كيكون واحد الكريز ديما في الاول ملي كيبدا الشخص ياخذ هذيك الاشياء، بحال اللبن كاين اللي كيعمل له اساله تيتخلع كيقول لك راه ضرني. لا ما كاين مشكل، الحمد لله كنتي كيطاهر ينظف الجهاز الهضمي، كيلك ياخذ زيت الزيتون كيدير اسال، كيلك ياخذ العسل ياخذ زيت الزئال. فملي هاد الخبيزه كياخذوا الخبيزه كتحرقهم يبقى يبداو شويه العداء، اولا تدريجيا يبداو ياخذوا بها تدريجيا، ياخذوا بحال البطاطا الحلوه البطاطا القصبيه هذوك كل الناس كتشقى منهم هذوك. علاش؟ لان كتكون الفلورا ديال الامعاء فيها مخربه، فيها خلل، كيكونوا هذوك الخمائر طالعين اكثر من البكتيريا اللبنيه. فباش نعاودوا البكتيريا اللبنيه نشجعوها خصنا نعطيو لهاد المكونات هذه من الالياف الخشبيه المتخمره، ثم باش نقضيو على الخمائر اللي كدير الغازات في الامعاء. فهاد الفلورا الطبيعيه اللي خلق الله في القولون في الكات خاصها تعاود التوازن ديالها. باش تعاود التوازن ديالها خصنا نحبسوا على سموم، على الاقل نحبسوا على هاد المواد اللي كتسممها، ثم نعطيوها المواد الطبيعيه ونكثروا ليها من الالياف الخشبيه. غادي تبدا تحيا بشويه، هاد الناس غادي يديروا واحد الالم، غادي يحرقهم ولا ينفخهم في اليوم الاول والثاني، استعمال الاول والثاني والثالث والرابع، ولكن من بعد ملي كيبداو ياكلوا هذا الشيء هذا غادي الامعاء ديالهم يرجعوا بتوازن جيد. يحاولوا الناس ان شاء الله يتبعوا هذه المسائل هذه كيف ما كان الحال، فهذه اشياء لا تضر ولا تقتل، لان هذا خشاش الارض داخل في الاغذيه وليس في الاعشاب الطبيه، هذا داخل مع الاغذيه، الاشياء اللي داخله مع الاغذيه لا تضر. الناس يمكن غير من كضرهم في المصران ما كيعاودوش يرجعوا لهذا، هذا هو المشكل، غادي تضرهم في المصران، لان اللي عنده المصران مريض جميع الاشياء الطبيعيه طبعا غادي يتعالجوا اذا مثلا عاودوا كلاوها مره. اكيد خصو غير يعرف يتعامل معها، ما ياكلش بكثره، وخص بعد علامه جيده ملي احنا في يعني راه كيستجب فعلا. هذه عندنا علامه جيده، عندنا اعراض، لان ديما ملي كترجع للطبيعه كترجع للنظام الطبيعي وتبغي تغسل الجسم ديالك كتحس بواحد مشاكل يعني طبيعيه. ايه هذه مساله طبيعيه، ثم شيئا فشيئا الجسم كيرجع للاصل ديالو كيتعود وكيرجع فعلا. لكن بذور الرجله نعم، يعني الناس كثير كيزولوها ملي كيكونوا كيطيبوا، هي بذور رجله طبيه اكثر من رجله، لان هي فيها اهميه اكثر من رجله. خصنا نخليوها. نعم اكيد هما كيخرجوا منها بعض المواد الان بعد الزيوت، ولكن هي الرجله كتكال بالزريعه ديالها، وهذيك البذور ديالها بذرات صغار هذو ديالها فيهم مكونات اللي اقوى من الرجله نفسها، خصوص المكونات اللي كتعمل على الجهاز المناعي في الجسم، والمكونات اللي كتكبح بعض الانزيمات اللي كتؤدي الى المفاعلات الخطيره مثل المفاعلات التي تؤدي الى السرطان او التي تضيق الشعيرات على مستوى الرئه في حاله الربو مثلا. نعم. كيف ما كان الحال هذا الخشاش حنا في المغرب موجود عندنا الحمد لله، مازال بري غابوي ما كيتزرعش، ولكن كثير من الدول الان بدات كتزرع السكوم لي زاسبيرج، دابا موجودين في اوروبا وفي امريكا ولاو كيزرعوهم. نعم. كيتزرع، حنا باقيين عندنا غابويين بريين كيجمعوهم الناس من الغابه. ممكن نخصوا حلقات للخشاش، لان دابا حنا كنتكلموا على الخشاش الغذائي، الاشياء اللي مع الغادي، كاين خشاش اخر هذوك اللي داخلين في النباتات الطبيه، الزعتر بحال المسائل هذه، الازير بحال المسائل ان شاء الله. ولكن نحن الان لا نتكلم عن اعشاب طبيه، نحن نتكلم عن اعشاب غذائيه، النباتات البريه لا تضر الناس، ليس منها خوف ولا لا خوف ولا تخوف منها، بدون مقدار اللي لقاو يقضوا به، الا لقاو جوج ولا ثلاثه جيد، الا لقاو غير السلق جيد، لقاو غير الحمى جيد، لقاو غير الرجله جيده، الخبيزه جيد، الكرنينه اللي لقاها، الكرنينه هي من اللي
لو شاردون هادو يعني الفصيله ديال هي تابعه لفصيله الخرشوف. نعم وهاد الفصيله هذه كنعرفوها احنا كتنتج هي او كتجي جنيوها مع البقوله. لا ما كتكونش مع البقوله، يعني هي كتاخر على البقوله. كنلقاو كيبيعوها مع البقوله. هي كتاخر على البقوله، هي نعم. اما كتباع على شكل سيقان هي احسن. فعلا. ثم ربما تباع على شكل رؤوس او جذور. كيضربوها من الجدر ديالها كطيبها، كيكون هذاك الجدر ديالها كيحيدوا لها الشوك ديالها، كيكون فيها الشويكات كيزولوا. هي يعني اقوى من الخرشوف، يعني ما فيها الانيلين، هذا سكر الانيلين، وفيها الالياف خشبيه واملاح معدنيه مثل الاملاح المعدنيه، تكلمنا عن هذه المنغنيز مانيزيوم حديد وزنك، وفيها الارسيكا الفيتامينات اللي تكلمنا عليهم في جميع الخشاش، وهي تفوتهم سيليمارين، هذوك الفلافونويدات اللي كاينين في القرنينه، هي منها مكونات يعني بحالها بحال تقريبا بحال الخرشوف في ماده السيليمارين، وفي ماشي غير السيليمارين، فلافونويدات اقوى من السيليمارين، اللي تختص في حفظ الكبد من التضخم وحفظ الكبد من ظهور تشمع او سرطانات على مستوى الكبد. الاشخاص اللي عندهم مثلا تشمع او عندهم التهاب الكبد بيوسي فيروسي بيوسي كثروا من القرنينه والخرشوف كذلك. الخرشوف اما رؤوس الخرشوف واما كذلك هذيك القوقه ديالو، هذيك الرؤوس ديالو ولا الجدر ديال الخرشوف، هادو جيدين اللي ما تبقاش القرنينه عليهم. والخرشوف كيجي قبل القرنينه، الخرشوف خضره شتويه من بعدها كتكون القرنينه، يعني في شهر 2 و3 كتكون هاد القرنينه هذه، كتولي سيقان في شهر 4، كتطلع الشوك وتخرج هذيك الزهره ديالها في شهر 4، ممكن حتى السيقان ديالو يتكالو، يعني كانوا كيسميهم الناس العسلوج ولا حاجه هكا، كانوا تياكلهم الاطفال كيكونوا سارحين ولا شي حاجه كياكلهم، وكانوا الناس كيستافدوا من هاد الاشياء، يعني فيها واحد الحليب واحد لاتكس، هذاك اللاتكس اللي كاين في القرنينه هو هذاك طبي، يعني ماده جيده يعني نعم، لان هذوك الفلافونويدات اللي كاينين في هذاك الحليب هما الفلافونويدات اللي كيحفظوا الكبد، هي تختص هذه القرنينه كتختص في غسل الكبد، واما بالتضخم اما بدايه تشمع اما حتى سرطان على مستوى الكبد، ولكن الناس ما ياخذوهاش بفكره انها غادا تعالج لهم السرطان، هذه غير غادا تنفس الكبد شويه، يعني غادا تحفظ الكبد، والناس الصحاح سن، لان كاين الناس مثلا اللي فايت يعني الله يعفو على الجميع ما شاء الله، كاين اللي مثلا كيدخن بكثره، ولا كاين اللي فايت منه خاض ادويه كثيره بحال الدواء ديال الصرع دي باكين ولا حاجه، كاين اللي خاض كاين فايت له شرب كحول في حياته ولا شي حاجه وعفى عليه الله سبحانه وتعالى، فهذه كتغسل الكبد، كتعاود ترمم الكبد، الكبد ملي كيتعرض لهذوك الضربات من جراء هذه السموم. الجذور مثلا ديال السلق هي اقوى بخمسة اضعاف من اوراق السلق. نعم، والجذور ديال الحمض الى مثلا جفت ولات مسحوق تعمل على الجروح سيكاتريزون، تعمل على الجروح كتسد الجرحى، كتسد الجرحى ما بقاش الاثر ديال هذه، هي معروفه بهذا ليفي سيكاتريزون ديالها، معروفه الحمض، ولكن احنا يعني بغينا نبقاو في الغذاء، في الغذاء ما ندخلوش لهذا العلاجات. غير زياده يعني الاستفاده فعلا.